الدكتورة خلود ترد على طلاقها بفيديو. بهذا المقطع الذي نشرته عبر حسابها الشخصي، ردت الفاشينيستا الكويتية الدكتورة خلود على مروجي شائعة طلاقها لكي تحسم الأمور حول علاقتها بزوجها أمين. وظهرت الدكتورة خلود في مقطع فيديو قصير وهي تجلس على مكتب زوجها، وهو جلس على الكرسي لينهي مكالمة تليفونية ويغازلها بعدها. وبهذا الفيديو ردت خلود على طلاقها، حيث ترددت أنباء خلال الفترة الماضية عن انفصال الدكتورة خلود وأمين زوجها، لتحسم الفاشينيستا الشهيرة الأمر بمقطع فيديو. الدكتورة خلود متزوجة من الشاب الأردني أمين، وهو يعمل كموديل. اشتهر هو الآخر في مجال عروض الأزياء، وتعرفت عليه من خلال عملها في المستشفى، وانتهت العلاقة بينهما بالحب وتكللت بالزواج عام 2016. واشتهرت الدكتورة خلود للمرة الأولى حين شاركت جمهورها بصورة لها من زفافها وإلى جانبها 3 عرائس آخرين، على أن أمين قد تزوج ب4 نساء مرة واحدة، لتفتح لها هذه الصورة باب الشهرة الواسعة. وخلال الأيام الماضية كانت الدكتورة خلود قد تعرضت لموقف محرج في أثناء بث مباشر لها، إذ وجهت لها متابعة سؤال بأنها تشعر أن زوجها أمين لا يحبها مثل ما هي تحبه. لترد خلود نافية هذا الكلام قائلة: لو مش بحبني ليه مستمر معايا؟ أعيد زواجنا في 1 أبريل ونعيش بسعادة. لدى الدكتورة خلود 4 أبناء، كل من خلود الصغيرة و3 توائم هم ليان، ليليان وخالد، والتي تشارك لنا يومياتهم وصورهم منذ الولادة وحتى اليوم عبر صفحاتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي كإنستغرام وسناب شات.